لكن يوم الثلاث هو اليوم اللي دايما بيشرفنا فيه الدكتور مبروك عطيه، سواء كان في مطر او ما فيش مطر. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. اشكرك حبيبي، نورني. الله يحفظك. جيت النهارده بسهوله في موضوع المطر ده. الحمد لله مشيت كويس؟ هي مشيت كويس، ولكن في نفسي آلام وأوجاع. طب خير قبل ما لأني أحولك في ثانية قبل ما تبدأ، وهي أني كنت أرجو وما زلت أرجو أن تستثمر بلادنا كل قطرة ماء أنزلها الله من السماء مباركة، فما تختلطش بمياه المجاري وتضيع سدى أبدا، بغض النظر عن موضوع سد التخلف، لأن النهضة لا تقوم على حرمان الآخرين من الحياة، دي عمرها ما تبقى نهضة يعني. معرفش مين اللي سماه سد نهضة يعني، إحنا سماه سد نهضة؟ لا، هو سد تخلف يعني. ولكن ما علينا والهوى في شبشب رجلينا يعني. أنا ربنا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء. وأنا متابعك من أول الهسة وشفت شوارع القاهرة وقد صارت أنهارا. قل لي كيف بالله يضيع كل هذا الماء هباء ونحن مأمورون باستثمار نعمة الله تعالى. فلولا أننا شمرنا عن ساعد الجد وجعلنا مصارف وخزانات لهذه المياه لكفت البلاد الشرب، ونظرنا إلى النيل الذي لا يمكن تجاهله ولا يمكن تجاهل النقص فيه بحال من الأحوال، بأن هذا من زيادة رحمة الله بنا. لكن أن يضيع لا يمكن أن يكون هذا دينا ولا تحضرا. طيب بمناسبة المطر، الشابات البنات على رأي عمنا صلاح جاهين الجمالات يعني زي ما كان بيقول، اللي احنا كنا زعنا صورهم على انهم سياح، هم مش سياح ولا حاجة. مجموعة البنات كانوا في رحلة، دول مصريين وكانوا في رحلة وكانوا راجعين من السفر، وحصل بقى اللي حصل، فهم يعني ايه بصوا لجانب مختلف شوية. يعني الجانب الفكاهي من المصريين بيطلع، فدول ما كانوش سياح، دول كانوا بناتنا احنا موجودين في اماكن رايحين رحلة. وايه زي ما قلت لكم احنا بنبص لجانب فكاهي في كل الامور، وهما طبعا جيل جديد بقى، ونزلت الصور مرة واحدة على المواقع الجديدة، الموقع اللي اسمه تيك توك ده.